لم يكن هنالك صفاء بين الرجل والمرأة، إذا ماكو هنالك وئام، إذا ماكو هنالك توافق، هذا الطفل كيف يعيش؟ إذا كل يوم نزاع في البيت، الرجل يشك في زوجته والزوجة تشك في زوجها، وكل يوم يتبادلان الكلمات النابية ويتوقع هذا من ذاك ويتوقع ذاك من هذا، هذا الجيل شلون ينشأ؟ كيف ينشأ هذا الجيل؟ أي انطباعات سيئة تخلق في نفس هذا الجيل؟